في كنيسة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس في المفرق، ترأس قدس الأرشمندريت روفائيل الوكيل البطريركي لشمال الأردن الصلوات الاحتفالية التي أقيمت هناك بمناسبة تقاريض جناز السيدة العذراء بحضور جموع كبيرة من المؤمنين. إلى التفاصيل. لكلمة الله ولأن كنا نراك في قبر إلف الانحلال. ترأس قدس الأرشمندريت روفائيل الوكيل البطريركي لشمال الأردن الصلوات الاحتفالية التي أقيمت في كنيسة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس في المفرق بمعاونة راعي الكنيسة قدس الإيكونوموس ديمتريوس السماوي والإيكونوموس يوحنا حداد راعي كنيسة القديس جورجيوس في إربد. بدأت الصلوات بخدم تقاريض جناز السيدة العذراء، حيث تلاحمت الجموع الغفيرة من أبناء الرعية في المحافظة وكشافة جوقة رقاد السيدة التابعة للكنيسة برئاسة السيد معتز نخو وجوقة رقاد السيدة العذراء بقيادة الدكتور رامي سماوي، حيث تلت الجوقة بأداء مميز التراتيل البيزنطية نقلت المؤمنين لمدينة أورشليم السماوية. نقلك يا والدة الإله من الأرض للحياة الخالدة. نظم الاحتفالات لجنة سيدات أخوية الروم الأرثوذكس وبمشاركة عدد كبير من الشبيبة من كافة الأعمار مكونين أيقونة ماسية من المحبة والوئام. وقد أدت مجموعة كشافة جوقة رقاد السيدة العذراء المفرق التي تم تشكيلها هذا العام ولأول مرة دورة زياح السيدة حول الكنيسة، تخللها معزوفات موسيقية متنوعة الألحان صدحت بها أدواتهم الموسيقية في كل أرجاء ساحة الكنيسة ونالت استحسان جميع الحاضرين. وفي ختام الصلاة توجه الجميع إلى قاعة الكنيسة لتناول طعام المحبة بأجواء ملؤها المحبة والفرح. الاحتفال المميز كان السنة هذه أيضا بمشاركة الكشافة الكنيسة رقاد السيدة العذراء لأول مرة بالزياح حول الكنيسة. الاحتفال احتوى على تقاريض جناز العذراء وكذلك صلاة الغروب، وأيضا بعد هيك كان عندنا الزياح وكان في دورة حول الكنيسة لثلاث مرات، ومن ثم توزيع البركة وتقبيل أيقونة العذراء وأخذ البركة من قدس الأرشمندريت روفائيل الوكيل البطريركي في شمال الأردن. في هذه المناسبة نطلب من العذراء الشفيعة الحارة لدى ابنها وربنا مخلص يسوع المسيح أن يتشفع من أجل خلاص جميع المسكونة، وأيضا نطلب أن تحل البركة والنعمة على بلدنا الأردن بالقيادة الحكيمة جلالة الملك عبد الله الثاني، وأيضا كل الشكر والتقدير لمحطة نورسات على التغطية الإعلامية، ونتمنى لهم دائما التوفيق والنجاح وأيضا الازدهار أكثر وأكثر في ربع وطننا الأردن. ربنا يبارككم جميعا، كل عام وانتم بخير. كان احتفال بهيج بوجود الوكيل البطريركي في شمال الأردن قدس الأرشمندريت روفائيل مع الآباء الأجلاء. شاركت جوقة رقاد السيدة في هذا الاحتفال، وكان لأول مرة مشاركة كشافة رقاد السيدة العذراء التابعة للجوقة في هذا الاحتفال البهيج. صحيح الاحتفالات عيد الرقاد بتعني لنا اشياء كثيرة خاصة في محافظة المفرق، لأنه شفيعة كنيستنا هي سيدتنا والدة الإله، والمسمى هو كنيسة رقاد السيدة العذراء. فاحتفالنا كان اليوم بأكثر من مناسبة، خاصة لأنه عيد الكنيسة، عيد الجوقة، عيد الكشافة. كانت فرحتنا كثير كبيرة كمان بمشاركة قناة النورسات معنا، اللي هي دائما إحنا وياها بوحدة حال. ربنا يديم هاي الأعياد على هاي البلد وعلى الجميع بالصحة والسلامة، وكل عام وانتم بخير. وهيكل من لا يسعه مكان، لأنك أنت وحدك قدوس.
وفي اليوم التالي أقيم قداس إلهي احتفالا بعيد انتقال والدة الإله إلى السماء بالنفس والجسد. ترأس الصلاة قدس الإرشمندريت روفائيل بمعاونة راعي الكنيسة الأب ديمتريوس السماوي بمشاركة جوقة الكنيسة بالتراتيل البهية. وفي عظة القداس التي ترجمها الأب سماوي على لسان الإرشمندريت روفائيل تحدث فيها عن تذكار عيد السيدة وانتقالها للسماء ومحبة الله العظيمة لأمه البتول، حيث كرمها بأعظم المكارم واختارها بأن تكون بجانبه في السماء. وتأمل أيضا بأهمية تكريم الكنيسة الأرثوذكسية ومحبتها للعذراء الفائقة القداسة، وختم بتهنئة جميع أبناء الرعية التي تحمل اسم هذا العيد، شاكرا كل من تعب وسهر وأعد من أجل تكريم والدة الإله في عيدها. وخص بشكره مكتب فضائية نورسات الأردن بإدارة الدكتورة باسمة السمعان التي لا تتوانى عن خدمة الكنيسة الأرثوذكسية وتلبية كل دعوات الرعاية وتغطية الاحتفالات لتظهر للنور للعالم أجمع. واختتمت الصلاة بالبركة الختامية، وبعدها توجه الجميع لباحة الكنيسة معايدين بعضهم بعضا بعيد انتقال والدة الإله بالنفس والجسد. المجد لله في